وقد شكل فيروس كوفيد 19 بعد انتشاره بسرعة في جميع أنحاء العالم تحديات صحية واقتصادية وبيئية واجتماعية هائلة لجميع السكان، إلا أن القطاع الصحي في مملكة البحرين برهن للعالم بأسره مدى جاهزيته في التعامل مع التحديات الصحية والتي كان آخرها جائحة كورونا. منذ إذاع نبأ تفشي فيروس كورونا في أرجاء العالم، أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقد قامت المملكة برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس من خلال إطلاق حزمة واسعة من التدابير الوقائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس. فعمل القطاع الصحي في البحرين ليلا نهارا لوضع خطوات استباقية تمثلت في منظومة من الإجراءات لمواجهة الجائحة، منها تشكيل فريق وطني من ذوي الاختصاص ووضع استراتيجية مبكرة لاحتواء ومنع تفشي الوباء وتطبيق إجراءات للتشخيص والرصد والمراقبة، بجانب تعاونها مع الأطراف الدولية للوصول إلى لقاح فعال يقضي على كورونا. النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في محاربة جائحة كوفيد 19 لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى ودعم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد المتواصل وحرصهم على سلامة الوطن وأبنائه، حتى بات تعامل مملكة البحرين مع الجائحة خير مثال يحتذى به في مواجهة الأزمات الصحية العالمية.